أعلنت السلطات الأوكرانية عن توقف تدفق جزئي للغاز الروسي إلى أوروبا عبر نقطة عبور رئيسية في البلاد، متهمة قوات موسكو بقطع الإمدادات، وكما أظهرت بيانات من الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة الغاز عدم وجود أي تدفق عبر نقطة العبور بسوخرانيفكا الواقعة في منطقة تسيطر عليها قوات روسية وفقا لوكالة رويترز. وأعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا أنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتوقف نقل الغاز الروسي عبر محطة سوخرانوفكا بسبب قوة قاهرة، ودعوى أن الشركة لا تستطيع إحكام السيطرة على محطة ضغط الهواء الحدودية نوفوبيسكوف الموجودة في منطقة لوغانسك، وعليه فسيتوقف قبول الحصص المصدرة ولن يتم قبول الغاز. عبر سكايب في هذا الموضوع أرحب بضيفي نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي والذي ينضم إلينا من العاصمة لندن. أستاذ نهاد أهلا بك معنا بداية. تحياتي لك وشكرا على الاستضافة وتحياتي للمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن أوكرانيا تتهم روسيا بالوقوف خلف توقف تدفق جزئي للغاز إلى أوروبا، ما الذي تمثله هذه الخطوة الآن؟ في الواقع هناك تناقض في المواقف والبيانات. غاز بروم شركة الغاز الروسية العملاقة تنفي ذلك، تقول أن الإمدادات لا تزال تذهب عبر هذه النقطة اللي هي سوخرانيفكا، وكذلك من خلال نقطة أخرى تدعى سودكا، ولكن السلطات الأوكرانية تؤكد أن 33 مليون متر مكعب توقفت يوميا، تتوقف اعتبارا من صباح هذا اليوم، بينما غازبروم تقول أنه تم إرسال ما يزيد عن 60 مليون متر مكعب، 72 مليون متر مكعب هذا اليوم، مقارنة مع يوم أوس تم إرسال 96 مليون. فأيهما نصدق الآن؟ لكن نعرف أن هناك أزمة غاز في أوروبا، وهناك مشاكل، وهناك تهديدات روسية بقطع الغاز إذا لم يتم تسديد الفواتير بالروبل، وهناك أيضا خطط أوروبية للاستغناء عن الغاز الروسي. فالمسألة لها أبعاد سياسية واقتصادية، لذلك من يقول الحقيقة الآن لا نعرف. غازبروم الروسية تقول شيئا، وكذلك شركة توزيع الغاز الأوكرانية تقول شيئا آخر. طيب لو افترضنا صحة ما تقول ما يقوله الجانب الأوكراني في هذه الحالة وفعلا حصل هنالك التوقف، أخذ هذا الجانب لأن موسكو الرئيس بوتين نفسه كان قد هدد أوروبا بوقف الغاز أساسا، ففي حال كان هذا التوقف صحيحا، ما قيمة هذا التوقف اليوم؟ كيف من الممكن أن يضر بأوروبا فعلا؟ نعم، أي توقف، أي نقص في الإمدادات سيضر أوروبا، لكن لحسن الحظ أننا الآن بدأنا نقترب من فصل الصيف ودرجة الحرارة مرتفعة، لذلك سوف لا يكون هناك معاناة إنسانية وقلة الغاز ونقص في التدفئة والطبخ وغير ذلك. لذلك في هذه المرحلة بالذات أوروبا تستلم الكميات المتعاقد عليها باستثناء بولندا وبلغاريا، لأنهما رفضا الدفع بالروبل وتم قطع الإمدادات عنهما. لكن الإمدادات لألمانيا ودول أخرى لا تزال تتدفق حسب الاتفاق، ولكن روسيا قادرة على قطع الإمدادات لأسباب سياسية في أي وقت تريد، لأن لديها تاريخ في ذلك، قطعت الإمدادات عن أوكرانيا 2006 وكذلك 2018 و2009، لذلك هي قادرة على ذلك ولديها تاريخ. لكن في هذه اللحظة أوروبا تعمل من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي، يقولون خلال نهاية العام. مسألة الاستغناء هذه مسألة مهمة أستاذ نهاد، دعنا نتوقف عندها. مسألة استغناء أوروبا عن الغاز الروسي، ما هي البدائل المطروحة اليوم أمام الدول الأوروبية؟ هناك بدائل، ولكن
لا يمكن تنفيذ هذه البدائل وتحقيقها بالسرعة المطلوبة. من البدائل المطروحة أولا رفع وتيرة الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، والولايات المتحدة لديها مشاريع عديدة لتوسيع إنتاج وزيادة التصدير، وكذلك أوروبا تتفاوض مع دول مثل قطر، أذربيجان والجزائر وحتى نيجيريا وأنغولا لاستيراد المزيد من الغاز، ولكن هذا لن يحل المشكلة كليا، يحلها جزئيا. النرويج تزود أوروبا بحوالي 23% من حاجتها من الغاز، 40% يأتي من روسيا، ولكن النرويج الآن تعمل على توسيع تسييل الغاز وإرسال المزيد إلى أوروبا. هناك أيضا البدائل النظيفة المتجددة مثل الطاقة الهيدروجينية، طاقة الرياح والشمس والأمواج، ولكن هذه تكلف مليارات وستأخذ ربما عامين أو أكثر. هناك أيضا نقص في ما يسمى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال إذا أتى من قطر أو من الولايات المتحدة، لذلك باشروا الآن ألمانيا باشرت ببناء محطات جديدة، بعضها محطات عائمة لأنه يمكن تشغيلها خلال عدة شهور، لكن بناء محطة رسمية صناعية ستأخذ عامين أو أكثر. لذلك أوروبا لديها مشاكل، لديها بدائل، لكن هذه البدائل لن تؤتي ثمارها بالسرعة المطلوبة، أي بحلول نهاية العام، كما أن هناك انقسامات داخل أوروبا. مثلا هنغاريا وسلوفاكيا تطلب تمديد على الأقل عام أو عامين لأنها لا تستغني عن الغاز الروسي، تحتاج 90% من حاجتها تأتي من روسيا، لذلك لا ترفض إيقاف الغاز. كما أن إيطاليا واليونان أيضا يعارضان أي عقوبات في هذه المرحلة، لذلك أوروبا تمر في أزمة، البدائل موجودة لكنها بطيئة ولن تحل المشكلة بالسرعة المطلوبة. دعني أقول شيئا صديقي، 2016 نيويورك، في فبراير 2016 نيويورك تايمز كتبت تقرير تقول فيه أن أوروبا، الاتحاد الأوروبي، يدرس خططا للاستغناء عن النفط والغاز الروسي. الآن 6 سنوات بعد ذلك التقرير لم يحدث شيئا ملموسا. وكذلك 2017 الاتحاد الأوروبي أصدر وثيقة يوصي بها على الاستغناء عن النفط الخام الروسي وعن الغاز الروسي. ماذا حدث في ال5 سنوات؟ لم يحققوا أي شيء ملموس، لذلك المشكلة تبقى. ولكن الآن يبدو أنهم اقتنعوا أن روسيا ليست مصدرا موثوقا للطاقة، وربما ينجح هذه المرة لكن ليس بالسرعة التي يتمنوا أن يكون فيها. طيب أنا أستاذ نهاد، نعم. الغاز الروسي. أستاذ نهاد، أنا سألتك عن البدائل أمام أوروبا إذا ما تخلت فعلا عن مصادر الطاقة الروسية، لكن في المقابل أيضا ما هي البدائل أمام روسيا لتصنع سوقا جديدا لمصادر الطاقة الخاصة بها؟ لا طبعا، دعني أقول أن أولا أن روسيا وأوروبا ستخسران الكثير إذا تم فعلا مقاطعة النفط والغاز الروسي وتم الاستغناء عن الطاقة الروسية. لكن روسيا الآن تحاول رفع قيمة الصادرات إلى آسيا. آسيا تحتاج إلى الغاز وتحتاج إلى النفط، هذه هي البدائل. لكن هناك أيضا منافسة شديدة، خلال أعوام قليلة سيزداد الإنتاج القطري إلى حوالي 127 مليون طن، الآن حوالي 77 مليون طن، وكذلك الإنتاج الأمريكي سيرتفع، لديهم حوالي 12 مشروع لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لذلك سيكون هناك ربما فائض من الغاز وستخسر روسيا الكثير. لكن في هذه اللحظة وهذا العام هناك أزمة غاز، الطلب العالمي الآن في 2022 متوقع أن يصل إلى 436 مليون طن، لكن الإمدادات سوف لا تزيد عن 14 مليون طن، لذلك سيكون هناك نقص
سيكون هناك معاناة في الشتاء المقبل خاصة في أوروبا، ولذلك البدائل الموجودة لكنها غير متوفرة حالا. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من لندن.